انتشر مؤخرا على اليوتيوب خناقة حصلت بين البنتين دولة، مش عارف نارين باين ونور ستار اسمائهم كده، مش عارف احفظها بصراحة. يعني عم بتوقع انه الكلام علي ليش؟ لانه الفولو شال مني، بس نور جايتها على دبي اذت كتير عالم ما بعرف ليه. ليش ما عم بعرف؟ انا صار لي اسبوع عم تجيني رسائل نور انتبهي في حدا عم بك. شو عم بيحفر لي؟ شو عم بيعملي؟ ما عم بعرف. شو عم بيصير؟ ما عم بعرف. بس انه تطلعي تحكي على اسمي اللي هو اكبر منك. You're sick. You need help. ما عم احكي شي مشاني، بس you're not okay. Guys, هدول دموع مش تمثيل. هدول المحقين. البنتين دول كانت حصلت بينهم مشكلة باختصار شديد، يعني هما الاثنين عندهم قنوات كبيرة جدا فيها ملايين المشتركين، وهقول لكم السبب اللي مخلي المشتركين عند النوعية دي من الناس كتيرة عن طريق تحليل الوش. الاول بس انا مين اصلا وهتحلل ازاي انت؟ انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة. ايه علم الفراسة ده باختصار شديد؟ هو ان انت تقدر تحلل شخصية اي بني ادم بناء على شكل وشه. الوجه مليان سمات وعضلات في الوش بتتغير بناء على طريقة تفكيرك، حذر، صريح، خبيث، ايا كان انت بتفكر ازاي بتتكون عندك صفات بناء على الخبرات والتجارب اللي انت بتمر بيها. فالملامح بتاعت الوش بتتغير، حتى اطار الوش نفسه بيتغير، لون العين نفسه بيتغير، الشعر ساعات بيبقى كثيف وساعات بيخف، ساعات في ناس شعرها بيقع. عارف ان في امراض بتدل على ده وبتكون السبب في ده، بس حتى ده بيأثر على الشخصية. حتى الناس اللي بتعمل عمليات تجميل، وكنا اتكلمنا في فيديوهات كتيرة عن الحكاية دي، فيديو منهم هتلاقيه في الاي اللي فوق دي، الناس اللي عملت عمليات تجميل شخصياتها نفسها فعلا اتغيرت بناء على ده. وعشان كده هتلاقي دايما الممثلين لما بيجوا يعملوا عملية تجميل لإطار الوجه دايما كلهم بيعملوا إطار وجه ثابت، اللي هو الوجه الدنجوان، أو إطار الوجه تحديدا بتاع الدنجوان، لأن ده من أكتر الوجوه الروشة في الدنيا كلها. وعشان كده الممثلين دايما للأسف يعني اللي هما بيعملوا عمليات التجميل اللي من النوع ده بيبتدي بعد كده مش عارف نجمهم بيعلى ولا بيتشهروا يعني. طيب المشكلة اللي حصلت ايه بين البنتين دولة؟ هما الاتنين قنواتهم كبيرة، محتوى بتاعهم قريب شوية من بعض، هزار وضحك ومش عارف ايه ومغامرات وحاجات زي كده. المهم ان في واحدة فيهم اللي هي اسمها نارين تقريبا راحت قعدت مع نور، فنور بتقول لها انا بفكر الايام اللي جاية اعمل فيديوهات ليها علاقة بالمقالب. المهم ان نارين نزلت من البيت عندها راحت عملت ستوري قالت فيها ان انا هبتدي الفيديوهات اللي جاية اعمل فيها مقالب. المهم دي غلطت في دي ودي غلطت في دي، وابتدوا يتخانقوا مع بعض. هما الاتنين عملوا فيديوهات في الحمام، مش عارف ايه فكرة الحمام يعني، وابتدوا ان هما الاتنين يعيطوا وبتاعوا هما بيعملوا الفيديوهات دي، وبعد كده تقريبا اتصالحوا بعد كده او حاجة كده يعني. المهم يعني ما علينا، احنا هنحلل شخصيات الناس دي وهنشوف ليه النوعية دي من الناس بتنجح، وهل الشخصيات دي فعلا ينفع يتقال عليها كويسة ولا العكس، وهل فعلا الشخص الكويس هو اللي ينفع ينجح ولا الشخصية اللي هي العكس هي دي اللي بتنجح اكتر، وايه اسباب ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنساش لايكاتك المتينة، ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي، ويلا بينا. طيب مبدئيا كده بصوا انا عامل احمر على الشعر وكده عشان اطار الوش يبقى باين كويس للناس اللي هي حابه ان هي تتعلم علم فراسة. طيب البنت اللي هي اسمها نور، نور ستار باين، الوجه بتاعها ده ايه؟ بص كده ركز معايا، هنا في الجزء ده من الشعر اللي هو نازل، واحنا اتفقنا ان الجزء ده ليه علاقه بالتمرد، فالشخص ده عنده تمرد. طيب بعد تنزل كده مع اطار الوجه ده تلاقي في عظمه هنا، وبعد كده نازل كده، وبعد كده مثلث اللي هو نازل في الاخر، العظمه هنا وهكذا. طيب اطار الوجه ده تحليله ايه؟ اطار الوجه ده اللي هو اطار الوجه الدنجوان، بس هو خليط الصراحه بين وجه الدنجوان والوجه القمري. طيب وجه الدنجوان احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير، ايه اطار وجه الدنجوان؟ او لو في البنت احنا بنتكلم عليها اسمها حوريه. النوع ده من الناس بيكون ذكي جدا، بينط من نشاط لاخر، يعني اكيد هتلاقوا في الفيديوهات بتاعتهم هما كانوا بيتكلموا على جو المقالب مثلا، هتلاقيها شويه مقالب، شويه مثلا سفر، شويه مثلا تروح بلد، شويه على البحر، شويه صحراء، هتلاقوا كده كل شويه نشاط مختلف كده. النوعيه دي بتحب ده، هي طبيعتها كده. والنوع ده من الناس بيكون مبدع جدا، وبيكون شاطر جدا، وبيكون ذكي، مش شاطر في الدراسه لا، يعني ايه، هتلاقي عنده الابداع عالي، هتلاقيه يعرف ينجح في اي حاجة بسهولة، هتلاقيه الذكاء عنده عالي، هتلاقيه استنتاجاته سريعة، هتلاقيه سريع في التفكير، بص هتلاقيه بيرفكت في كل حاجة في التعامل، هتلاقيه بيعرف يلتقط الموضة
قبل ما تبتدي تنتشر. عشان كده النوعيات دي من الناس لما بتتعامل مع اي حد بيحبها بسهولة. بس مشكلة البنت الحرية بقى ايه؟ ان هي دايما بتدور على الرجل الكامل اللي هتحس معاه بالامان، وخصوصا لما يكون الشعر بتاعها خفيف بيهفهف، والشعر بتاع الاتنين دولة بالمنظر ده اللي هو الشعرية الخفيفة. النوع ده من الناس بيخاف دايما من المستقبل، فبيحاول دايما يدور على الامان. اللي بيحصل دايما مع النوعيات دي من الناس بناء على الكلام اللي مكتوب في كتب علم الفراسة يعني، ان الشخصية الحرية ما بتتجوزش بسهولة، لان هي بتحب بني ادم مثلا وبتكون مخلصة ليه جدا، بعد شوية بتكتشف فيه سلبية معينة، فبتحس ان لا مش ده اللي انا هيكون هيبقى الامان بتاعي. ومجرد ما بتلاقي شخص في الايجابيات المطلوبة بتسيب الشخص ده وبتروح لده. هي بيبقى من وجهة نظرها ان الشخص ده خدعها عشان السلبيات اللي عنده دي ما كانتش ظاهرة في الاول، فهو مثلا بيخبيها او حاجة زي كده وهكذا. وطبعا مفيش بني ادم في الدنيا كامل، فبالتالي النوعيات دي من الناس للاسف ما بتتجوزش، او لو اتجوزت بتتجوز متاخر، او فعلا بتتجوز الراجل الكامل. زي مثلا ياسمين صبري اتجوزت ابو هشيمه، ده يعتبر اروش راجل في مصر، اغنى راجل في مصر، اي يعني اي حاجه في مصر، وفي نفس الوقت هو يعتبر شاب صغير مش راجل كبير، فبالتالي هو مفيش اعلى من كده. عشان كده الاتنين دول انا اتوقع ان هم هيكملوا مع بعض الفترة طويلة جدا، ولو لا قدر الله بعد الشر حصل مشكلة بينهم هتكون منه هو مش منها هي، لان ده بالنسبة لاي بنت طبعا يصنف الرجل الكامل. ده تفكير الحرية باختصار شديد يعني. طيب لو دخلنا على السمات اللي جوه، طب استنوا الاول نشوف البنت التانية اسمها ايه؟ نارين. نارين او نارين ستار، ما انا مش عارف مين نور ستار ومين نارين ستار، ما علينا يعني. دي الوجه بتاعها ايه؟ الوجه بتاعها ده خليط الصراحة. اولا خلي بالكم كده، بصوا الجبهة هنا متعرجة مش مظبوطة، واحنا قلنا قبل كده منبت الشعر لما يكون مش متساوي، سواء الجبهة دي مربعة او بيضاوية، النوع ده من الناس بيكون حصل له مشاكل في الماضي قوية قوية جدا. يعني ممكن توصل لان البنت دي مثلا او الشخص ده مثلا اتخطف وهو صغير حاجة كده يعني. يعني اللي اقصده ان هي مشكلة قوية مش مشكلة عادية، ومأثرة عليها لغاية دلوقتي. طيب بغض النظر ماشي، ايه تحليل الاطار الوجه ده؟ اولا في هنا المثلث اللي من تحت، فبالتالي هي فيها حتة الحرية، بس اطار الوجه ده خليط بين اطارين، ده خليط بين الوجه المخروطي والوجه اللي هو الدنجوان، فيها نفس صفات الدنجوان اللي احنا اتكلمنا فيها على البنت التانية اسمها ايه؟ نور. اللي هي اسمها نور، فيها نفس الصفات بتاعت نور اللي هي نارين، نارين ونور. فنارين فيها نفس الصفات بتاعت نور اللي هي بتاعت الوجه اللي هو الحرية، ولكن بتختلف نارين في حاجة بقى، ان هي فيها الحتة بتاعت الوجه المخروطي. الشخص ده بيكون مبتهج اكتر، الذكاء عندها ممكن يكون اعلى شوية، حتة الهزار ممكن تكون عندها اعلى شوية، اظرف يعني. برضو خلي بالكم الحاجات دي هتفرق بناء على طريقة التصوير، على فريق الاعداد، على طريقة التربية، يعني فاهمين الفكرة. لكن لو الاتنين في نفس الوضع بالظبط، البنت اللي اسمها نارين المفروض ان هي هتبقى اظرف من نور. المهم يعني، لكن هي عندها حاجة ممكن تأخرها شوية. الوجه المخروطي من ضمن عيوبه ان هو بيكون عنده وجهة نظر بس ما بيعرفش يدعمها للناس. وعلى فكرة دايما النوعية دي من الناس بتلاقي الحواجب بتاعتها مستقيمة، مش لازم يبقى كله مستقيم بس جزء كبير منه مستقيم. وهنا فعلا الحاجب فعلا مستقيمة. طيب كمان هتلاقي الشعر اللي هو طالع بشكل مختلف عن بقية الشعر، ده معناه ايه؟ معناها ان هي ما بتلاقيش دعم من الاخرين، وده طبعا مأثر عليها فعمل لها مشكلة في المشاعر او البتاع. طيب الوجه ده الجنب ده ايه؟ الجنب ده اللي هو الجنب اليمين، فهي في الناحية العملية هي مش لاقية دعم من الناس اللي حواليها، لكن الحاجب بتاعها في حتة الاخلاص، هي شخص مخلص. وهنا نفس الفكرة، بس البنت دي عندها جرأة عالية جدا. بص الحاجب بتاعها طالع لفوق ازاي، اللي هي اسمها نور. نور عندها شجاعة وعندها جرأة اعلى من نارين. طيب نارين هنا هتلاقي العين دي على مستوى والعين التانية على مستوى تاني. بص شايف الخط ده تحت، ده العين دي نازلة تحت عن العين دي، العين دي طالعة لفوق شوية. النوع ده من الناس بيفكر بره الصندوق، بيكون مبدع. في الرجالة طبعا احنا قلنا الصفات بتاعتهم، وفي البنات قلنا الصفات اللي هي بتاعت الشخص اللي بيفكر بره الصندوق، بس يعني مش ينفع اقولها طبعا دلوقتي. طيب الشخصيات دي ينفع تنجح؟ طبعا. ده غير كمان بص هنا الانف دي عريضة، وهنا لا الانف دي مش عريضة. انا معرفش بقى ده اللي هو المكياج الكونتور ولا الحاجات دي، بس ما فيش مشاكل. الانف دي ضيقة. طب الانف الضيقة دي معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده بيخاف من الوحدة،
فهنا هتلاقي البنت دي بتستغل المغامرة والجرأة والشجاعة اللي عندها علشان ما يحصلش حتة الوحدة عندها. إنما دي الأنفة بتاعتها عريضة، دي عندها طاقة وحيوية عالية جدا في الشغل، تقعد تشتغل وتعمل فيديوهات وتروح وتيجي وبتاع، ما عندهاش أي مشكلة في ده. طبعا ما حدش يقولي في التعليقات يعني اللي هو إيه، إن مثلا البنت دي اللي هي اسمها دي نور باين، اللي هي نور بتعمل فيديوهات اكتر من التانية. هو المفروض كتحليل شخصية البنت دي هي اللي تعمل فيديوهات اكتر، بس هي الفكرة في نوعية المونتاج. يعني في فيديوهات بتطول في المونتاج، ممكن تاخد يوم اتنين تلاتة، في فيديوهات ممكن ما تحتاجش مونتاج اصلا، فدي برضو تفرق في عدد الفيديوهات يعني. وممكن تكون واحدة بدأة قبل واحدة، يعني في ظروف تحكم الوضع اللي موجود حاليا. لكن اللي انا بقوله ان الاتنين دول لو نفس ظروفهم واحدة، المفروض ان البنت دي اللي هي نارين، هي مش عارف احفظ اسمائهم والله، اللي هي اللي تقدر تعمل فيديوهات اكتر من دي، لان هي عندها طاقة وحيوية عالية جدا في الشغل. طيب الودان هنا هتلاقيها طالعة لبرة، ده معناه ايه؟ معناه ان البنت دي بتفكر برة العادات والتقاليد. الشفاف طبعا هنا كبيرة، فبالتالي الشخص ده كريم جدا. هنا برضو نفس الفكرة، برضو كريمة جدا. هما الاتنين اصلا ما بيفكروش في الجواز والاسرة والجو ده، لا مش في دماغهم خالص دلوقتي. الانف هنا وهنا، الانف دي برضو ضيقة ودي ضيقة، نفس الفكرة هنا. النوعية دي من الناس على فكرة ما بتصرفش على نفسها كويس، بس علشان هما اطار الوجه دنجوان ما ينفعش اقولها كده، لا ينفع اقول ان الناس دي خلقها ضيق، يعني بتزهق بسرعة، بتمل بسرعة، سهل ان انت تضايق النوعيه دي من الناس او تزعلها او حاجه زي كده يعني. طيب الجبهه بتاعت عرض الجبهه دي، عرض الجبهه دي يعتبر قصير مقارنه بطول الوش، فبالتالي البنت دي ثقتها في نفسها ضعيفه في الحاجه اللي هي ما عملتهاش او عملتها وما نجحتش فيها، لكن الحاجه اللي عملتها ونجحت فيها ثقتها فيها عاليه جدا. الثانيه الجبهه بتاعتها اعرض، بصوا هنا عرض الجبهه وفي جزء كده مستخبي تحت الشعر، لو قارناه بالطول الوجه لا الجبهه بتاعت دي عريضه، دي ثقتها في نفسها عاليه جدا، ممكن تعمل اي حاجه حرفيا، ما بتخافش يعني، ما تخافش من المواجهه، ما تخافش من المشاكل، الحاجات اللي هي زي كده. طيب بناء على تحليل الشخصيه ده، مين فيهم هي اللي ممكن تكون غلطانه؟ بص لو ركزت معايا هتلاقي الحاجه من تحت مستقيم من اسفل، اللي هو تحس انه متاخد بفتله كده، من هنا برضو الى حد ما مستقيم برضو، ده ضل، ده مستقيم من اسفل. النوعيه دي من الناس بتكون عندها حس ابداعي على فكره عالي جدا، ولكن الفكره الاساسيه النوعيه دي لما بتسيطر عليها فكره سلبيه بتشقلب حياتها تماما. طيب هو مين اللي غلطان في الموقف ده؟ بصوا المفروض على اللي انا فهمته يعني من الفيديوهات، ان نارين هي اللي راحت عند نور وقالت لها وقعدت معاها، فنور قالت لها ان انا بفكر ان انا اعمل فيديوهات ليها علاقه بالمقالب والجو ده، فالتانيه راحت عملت ستوري. طيب العين دي تعتبر اللي هي العين الضيقه وعندها حته الانتقام عاليه، اللي هو المثلث اللي في العين ده، النوع ده بيكون حذر وبيكون عنده الانتقام عالي. اي شخص عنده الانتقام عالي، طبعا فكره الانتقام انا بنتقم من الشخص اللي هو بيجي، ما بحبش حد يجي عليا يعني. فالصفات دي لما بتكون موجوده في بني ادم، واحنا اتفقنا قبل كده ان اي شخص عنده صفات بيعتقد ان كل الناس بتفكر زيه، وبما ان دي بتفكر بره الصندوق، فهي اكيد كان في دماغها ان هي عايزه تعمل جو المقالب ده. لما لقيت ان نور بتقول ان انا هعمل مقالب، فهي عشان الحذر اللي عندها وحته الانتقام، فقالت ان انا ايه اسبق واقول ان انا هعمل مقالب علشان ما يبانش ان انا بقلدها. طبعا هنا علشان البنت دي جبهتها ضيقه، والنوع اللي بتكون جبهته ضيقه ده بيكون شخص حساس، هما الاثنين حساسين عشان شعرهم اللي هو اللي بيهفهف، بس اللي جبهته ضيقه ده بيكون شخص خجول، ويعني ايه بيخاف من المواجهه، فعلشان كده النوعيه دي من الناس ممكن تستثار بسهوله او تعيط بسهوله او حاجه زي كده، بغض النظر مين فيهم اللي عمل الفيديو على التاني الاول ولا اي حاجه زي كده. لكن الخلاصه يعني ان المشكله اللي حصلت بينهم دي هي ما فيهاش غلط ولا من دي ولا من دي، الفكره كلها ان في واحده كانت عايزه تعمل حاجه راحت لواحده التانيه، فالتانيه قالت ان انا عايز اعمل الحاجه دي، فراحت دي قالت انا اقول الاول علشان الناس ما تقولش عليا ان انا بقلدها، التانيه افتكرت ان هي خدت منها المعلومه دي وراحت هي نسبتها لنفسها، ومن هنا حصلت المشكله. لكن هي ما تعتبرش مشكله بالمعنى يعني، لكن علشان الشخص ده خجول اللي هي البنت دي، عشان هي خجوله اللي هي نور، فبالتالي الشخص الخجول بيكون حساس شوية، فحاجة زي كده فعلا تضايقه جدا. البنت التانية مش خجولة علشان الجبهة عريضة، مش معنى ان خجول يعني حد يكتب لي في الكومنتات دي خجولة دي بتكلم ولاد ما لا، الخجل اللي انا بتكلم عليه ملوش اي علاقة بده، الخجل يعني الكسوف، الكسوف من فكرة منظري قدام الناس،
منظري في المطلق في الشكل العام كده يعني. وطبعا ده بيبقى بناء على التربية وبقية الصفات اللي احنا عمالين بنقعد نتكلم فيها والحاجات دي كلها يعني. بس ده كان تحليل شخصية مبسط كده يعني على الماشي. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ما عجبكش دوس ديسلايك عادي مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة ان انت ما تنساش تشترك في القناة، حتى لو دوست ديسلايك اشترك في القناة عشان تتابع اخباري اول باول، واي حد عايز تحلله سواء يوتيوبر او ممثل او اي حاجة في الدنيا، بس نبعد عن السياسيين لو سمحت، هتلاقيها موجودة عندك في القناة، ده لو انت فعلت زرار الجرس. وبس، سلام.